وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله يا إخواني على نعمة لا إله إلا الله، والله كفى بها من نعمة. والله لو الإنسان ما إله ولا حاجة في هذه الدنيا وعنده لا إله إلا الله أسعد واحد على وجه الأرض، لكن الله من كرمه وجوده ورحمته وعفوه المليار ونص بقولوا لا إله إلا الله. لكن يا إخواني الكيس اللي بيشتد عليها وبتجي بقلبه، هذه الدنيا يا إخواني دار ممر والآخرة دار مقر، فخذ من ممرك إلى مقرك. الكيس يا إخواني اللي بيعمل لما بعد الموت، الكيس اللي بيعمل لما بعد هذه الساعة، هذا السعيد، هذا يا إخواني الفهمان، هذا أفهم واحد اللي بيشتد للإيمان، اللي بيشتد لا إله إلا الله، اللي بيشتد حب الله. بدك تعرف حالك مقبول ولا مش مقبول عند ربك؟ والله إنها سهلة، والله إنها سهلة. لا هي شيخ معقولة، والله إنها سهلة إذا الله عز وجل أحب عبدا استعمل. قيل وما استعمله يا رسول الله؟ قال يسر له عملا صالحا يقبضه عليه. إذا الله بيسر لك الأعمال الصالحة اعرف إنه ربنا بيحبك يا عبد الله. إذا ربنا بيشرح صدرك لصلاة الفجر والله ربنا بيحبك، بيشرح صدرك لقيام الليل والله إنه الله بيحبك، بيشرح صدرك للقرآن وبتتلذذ على القرآن والله ربنا بيحبك، وبيشرح صدرك لذكر الله الله بيحبك، بيشرح صدرك لوصل الرحم الله بيحبك. لكن يا عبد الله اوعى تضوع هذه الحسنات لغيرك. طب وين بروحوا؟ بروحوا يا اخواني اذا الانسان ظلم عباد الله، اعتدى على عباد الله، اكل حق عباد الله، بتروح صلاته يا جماعه، بتروح ذكره، بروح قراءه قرانه، بروح اعماله. ليش؟ لانه من عدل الله ما واحد بدخل الجنة وحدا إله عليه حق، هذا من فضل الله. يا إخواني كيف هذه لا إله إلا الله تدخل قلوبنا؟ والله ما سعادتك في هذه الدنيا إلا تشتد على لا إله إلا الله. والله ما بتحس بحلاوة الصلاة ولا بتحس بحلاوة القرآن ولا بتحس بحلاوة الدعاء إلا تدخل لا إله إلا الله القلب. واللي بيعيش عليها يا جماعة ابشروا، والله اللي بيعيش عليها إلا يموت عليها. زوروا الناس في المستشفى يا جماعة، زوروا الناس اللي قاعدة مش قادرة تتنفس، يا أما قاعد بذكر الله ومكيف على فراش الموت، على فراش الموت. والله والله يا أخواني أهل الإيمان إنه عند الموت بقول وافر